دكتور صباح الورد. صباح الورد عليكم يا فندم، اهلا بيكم وكل مشاهدي قناة تاني. بص يا دكتور، طبعا هو الموضوع اكيد مش بايديك، مش بايديك، بس طبعا احنا الحر فظيع والرطوبة عالية جدا، فطمنا يعني على حالة الطقس اليومين الجايين هيكون شكلها ايه ونتصرف معاها ازاي. يعني مش هنقول اكتر من ان الجو فعلا صعب، وفعلا ارتفاع نسب الرطوبه واضح جدا ومستمر معانا هذا الارتفاع في نسب الرطوبه خلال الايام اللي جايه. معلش احنا الناس كلها عارفه شهر 7 وشهر 8 بيبقوا عز صيف جمهوريه مصر العربيه، ارتفاع نسب الرطوبه شيء طبيعي بالنسبه لهذا التوقيت من العام. درجات الحراره يعني الناس مش متاثره بيها قوي قد ما هي متاثره بارتفاع نسب الرطوبه، لان فعلا درجه الحراره في الظل بتتراوح ما بين 35 و36 خلال هذه الايام، ولكن ارتفاع نسب الرطوبه اللي بيتجاوز 80% على القاهره واللي بيصل ل 90% على سواحلنا الشماليه مخليه الاحساس بدرجه الحراره اعلى من كده بكتير. بالفعل خلال فترات النهار الناس حاسه كما لو كانت 40 درجه، حتى في الظل الاجواء مع ارتفاع نسب الرطوبه الاجواء شديده الصعوبه. فاحنا بنقول يعني مستمر معانا للاسف هذا الطقس خلال ما تبقى من شهر 7، وبنقول طبعا للسادة المواطنين اللجوء للشواطئ المطلة على البحر المتوسط هي أفضل الحلول، زي ما بنقولها دايما كل عام خلال هذه الفترة من العام. احنا الشواطئ المطلة على البحر المتوسط درجة الحرارة فيها بتتراوح ما بين 32 و31 درجة مئوية، ولكن نسيم البحر ليه عامل السحر زي ما بنقول دايما رغم ارتفاع نسب الرطوبة 90%، إلا أن نسيم البحر بيقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ولكن بقدر الامكان هنتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، مفيش كلام. غير الموضوع الميه، لا مهم جدا ان احنا نزود معدلات شرب الميه، ما نقللش من الميه خالص، وتبقى بالنسبه لنا شيء مهم جدا. حتى لو مش عطشانين لازم جسمنا ما يشعرش باي في اي فتره من اليوم باي جفاف. تمام. طب يعني ليه الناس بالذات حاسه يعني بدرجه رطوبه عاليه؟ يعني اشمعنى يعني درجة الحرارة واطية بس احنا حاسين برطوبة عالية جدا زي ما حضرتك كنت لسه بتقول؟ هو طبعا العامل الاساسي في احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه هي الكتله الهوائيه اللي بتاثر علينا، اللي هي دايما بنقول عليها منخفض الهند الموسمي. ليه؟ لان درجه الحراره اللي بتاثر علينا او الكتله الهوائيه اللي جايه لنا هي اللي جايه من الجزيره العربيه، واللي سببت في رفع درجات الحراره هناك الى ارقام خياليه بتعدي 50 درجه مئويه في الظل. فهذه الكتله شديده الحراره والسخونه مجرد ما بتمر على البحر المتوسط بتفقد كتير من حرارتها، ولكنها في المقابل بتكتسب كتير جدا من بخار الميه اللي موجود، بتبخر كميه كبيره جدا هائله من مسطح البحر المتوسط والبحر الاحمر. فرغم انها بتقل درجه حرارتها حوالي 10-15 درجه مئويه بعد ما كانت 50، الا انها بترتفع نسبه الرطوبه فيها بشكل كبير جدا جدا جدا، وده اللي بيخلي نسب الرطوبه بتكون عاليه على جمهوريه مصر العربيه، بالاضافه لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي اللي موجود في طبقات الجو العليا بيحبس كميه الرطوبه اللي على سطح الارض، ما بيخليهاش تبدا تتصاعد لفوق وتكون سحب، فبتبدا هذه الرطوبه تبدا تاثر على المواطنين وتحجز او تاخد كميه او تشغل بعض من اماكن الاكسجين في الجو، خصوصا لما يكون الاماكن مغلقه. فاحنا عشان كده بنقول بقدر الامكان نكون موجودين دايما في اماكن جيده التهويه. طيب يعني حضرتك برضو تنصح بإيه بقى الناس اللي ما عندهاش إمكانية إن هي تروح أي شاطئ أو نتيجة لأي شيء، يعني لأي سبب إن هو ما عندهاش وقت أو مش هتقدر، الناس اللي في البيوت تنصحهم يعملوا إيه ويبتدوا ينزلوا إمتى الشارع؟ لأنه ممكن يكون برضو التعرض للشمس الصبح مش هيكون صحي يعني. هو طبعا يفضل لو في خروجه يبقى بعد الساعه 7 صباحا، لان في بقى في شبوره مائيه الصبح بدري، ولكن بعد الساعه 7 الرؤيه بتبقى كويسه جدا جدا على كل الطرق. يعني من الساعه 7 لغايه الساعه 12 الظهر الجو بيبقى الى حد ما افضل بكتير جدا من وقت تسجيل اعلى درجه حراره اللي هي فتره ما بين الظهر والعصر دي. يفضل بقدر الامكان ما نتعرضش لاشعه الشمس فيها بشكل مباشر، ولو اضطرتنا الظروف ان احنا نتعرض في هذه الاوقات لاشعه الشمس يكون معانا شمسيه او غطاء واقي للراس يحمينا من اشعه الشمس المباشره.
فترات الليل يعتبر الساعات المتأخرة من الليل الجو فيها بيكون لطيف إلى حد كبير، فبقدر الإمكان ما بلاش نحبس نفسنا في البيوت في الفترة دي، أو نبدأ بقى نشغل المراوح ونفتح الشبابيك، مهم جدا عشان نجدد هواء المنزل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد. يعني بعد الساعة 7 الصبح لحد الساعة 12، بعد 12 هتدخلوا في ليفل الوحش بقى، فما حد يعني يا ريت بقى ناخد ساتر. ايوه ناخد ساتر لو ما فيش حاجة ضرورية يعني نقعد في البيت. بس انا رأيي بصراحة ده عن تجربة، يعني نقفل الشبابيك، لان لما بتتفتح بتدخل الصاد اللي بره. يعني هنقفل الشبابيك، يعني هنشغل تكييفات اذا فيه، هنشغل مروحة، بس تقفلي الشبابيك. وطبعا اكيد بعد 7 بالليل مثلا او على الساعه 6 كده تبتدي الدنيا بقى الهواء يطري شويه. لو حد عنده يعني مش متاح بقى مروحه وتكييف وكده، ممكن يفتح بقى الدنيا تهوي شويه يعني. او ياخد دش بقى يعني. كده احنا كده قفلناها عليه، ناخد دش. يعني مش يعني ده هيطري. لانه احنا طبعا بنفترض انه لاي ظروف مش هتقدر ان انت تكون على السويمنج بول، يعني على البسين او حمام السباحه او البحر.